سأذهب الآن إلى مجموعة من فتاوى هؤلاء أو دعوات هؤلاء، وهم يحضون على القتل والكراهية والعنف. نستمع إلى القرضاوي أولا. الأمور إنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي. عن الأصل الإنسان يقاتل فيقتل، إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا الأمر. إذا الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويعني يكون هذا أمرا مطلوبا، وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة، وإذا استطاع أن ينجو بنفسه فليفعل، إنما لا يترك هذا للأفراد وحدهم. لكن أليس يعني رأي الجماعة إن يتصرف هذا، أنا راح أفجر نفسي؟ لا، أنت ما تتصرفش لوحدك، لازم تتصرف في حدود ما تريده الجماعة، تسلم نفسك للجماعة. الجماعة هي التي تصرف الأفراد حسب حاجاتها وحسب المطالب. بيقول له أنت يا فضيلة الإمام، ده لحضرتك كل ده، أنا أقيم الحجة على الأزاهرة وأحترم وأحب شيخ الجامع الأزهر. القرضاوي بيقول أنت ما تفجرش نفسك، أنت تسلم نفسك للجماعة، والجماعة اللي تقول لك فجر نفسك فين؟ هل هذا من الدين؟ ده سؤال. نستمع إلى باقي ما قاله أو بعض مما قاله القرضاوي، وأعلم أنه أزهري، وأعلم أنه ربما هناك خجل تجاه الرجل، لكن أعلم أن شيخ الأزهر لا يخاف في الله لومة لائم. نشوف. أدعو منظمة التعاون الإسلامي، أدعو منظمة الأمم المتحدة، أدعو الاتحاد الأفريقي، أدعو مجلس الأمن، أدعو الشرفاء في أنحاء العالم، أدعو هؤلاء جميعا أن يأتوا إلى مصر ويروا ماذا يحدث، ولهم أناس في مصر. أدعو المسلمين في أنحاء العالم في كل مكان، من إندونيسيا وماليزيا وفي نيجيريا وفي السنغال وفي كل البلاد، في باكستان وبنجلاديش وفي الهند وفي الصومال وفي العراق وفي إيران وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي الأردن، في كل بلاد الدنيا، أدعوهم ليكونوا شهداء. يقول أدعو كل هؤلاء إلى أن يكونوا شهداء، وبتكلم على مصر. راجع الفيديو مرة أخرى وأقول أيضا، هل يجوز شرعا أن يدعو شيخا معمما ويدعو إلى قتل أحد الزعماء علنية ويقول دماءه في رقبتي؟ نستمع إلى القرضاوي. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل، فهذا الرجل يريد أن يبيد الشعب، فأنا أحمي الشعب. أفتي من يستطيع منهم أن يطلق رصاصة ويريحنا من شره، ويريح ليبيا وشعبها العظيم من شر هذا الرجل ومن خطره، فليفعل. هذا شيخ من شيوخهم، هذا يعني كبير رجال الإفتاء في هذه الجماعة بيدعو. هل قرأنا أو استمعنا إلى أن هذه الحادثة قد حدثت في عهد النبي أو في عهد الصحابة صحابته أو الخلفاء، أو هذا من صاحب الدين؟ أنا أسأل شيخ الجامع الأزهر، هل هذا يليق بالدين؟ هل هذا يتماشى مع صحيح الدين؟ إذا كان ده من الدين قولوا لنا عشان نبقى فاهمين. إذا كان هذا ضد الدين أيضا يخرج بيان يستنكر هذا ويوضح الصورة للناس، لأنه حدث لبس
اختلط الحابل بالنابل يا فضيلة الإمام، وصارت الأمور حيص بيص، لم يعد أحد يعرف من صاحب الحق ممن صاحب الضلال، من يمشي في الباطل ومن يمشي في الحق. اختلطت الأوراق نتيجة خفوت الصوت، نتيجة عدم الوضوح.